صباح الخير أعزائي المتابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينز بروكر. هقدمه لكم كريم مجدي اليوم 4 ديسمبر 2019 وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. استمرار الانخفاض والأداء السلبي لداو جونز اليوم الثالث على التوالي، وده طبعا بعد تعليقات من رئيس دونالد ترامب وزير التجارة ويلبر روس نهت أو على الأقل قللت بشكل كبير جدا جدا الأمال في حل، على الأقل لو هيكون حتى بشكل بسيط او بشكل مبدئي، لانهاء الحرب التجاريه او لعمل هدنه مؤقته للحرب التجاريه بين الولايات المتحده الامريكيه والصين، واللي طبعا بدورها الحاقت ضرر كبير بالاسواق خلال الفتره اللي فاتت ومتوقع ان يستمر معانا الضرر ده. طبعا واضح جدا على الاسواق وانخفاض شهيه المخاطره والاقتراب من ملذات الامان او اللجوء للملذات الامنه والبعد عن الادوات الماليه ذات المخاطر العاليه. النهارده كمان عندنا مجموعه هامه من البيانات اكيد هتؤثر على الاسواق، اولهم التغيير في الوظائف القطاع الخاص الغير زراعي اللي بيصدر عن مؤسسه الاي دي بي الشهري لشهر نوفمبر، متوقع ل 140,000 والشهر الماضي كان 125,000. ايضا في انتظار مؤشر مدير المشتريات في القطاع الغير صناعي اللي بيصدر عن معهد اداره التوريدات الاي اس ام الشهري لشهر نوفمبر، متوقع ل 54.5 والشهر الماضي كان 54.7. دي اهم البيانات واهم الاخبار. خلونا ننتقل مع بعض ونشوف التشارت مؤشر داو جونز. اداء سلبي وتسجيل طبعا ارقام متدنيه بعد وصوله لمستويات قياسيه تاريخيه عند 1000 عن 28195 وصول امس ليختبر نقطه الدعم الهامه عند 27335 في يومين فقط. اداء سلبي ومازال محافظ على الشكل السلبي بشكل كبير، قيامه بحركات تصحيح بسيطه ولكن مازال الاداء السلبي هو المسيطر من خلال طبعا الاشاره السلبيه على الام اي، تقاطع المتوسطات السعريه الاسفل، المسافه بين المتوسطات السعريه، الاداء السلبي على الفلات ترند وحتى مؤشر الاستوكاستيك على الرغم من التصحيح البسيط ولكن لسه مازال مدي اشارات سلبيه. معنا خط اتجاه هابط كمان ضغط بشكل كبير على مؤشر داو جونز، ولذلك نتوقع مزيد من الاداء السلبي. هننتظر الاغلاق مره اخرى اسفل 27430 علشان يروح يختبر 27330، ولا اعتقد انه هيقدر يكسرها عشان يروح ل 27190. مره تانية كسر 430 وراها 330 وراها ال 190، السيناريو الاخر والمعاكس هيتحقق بكسر ال 27590 عشان يروح ل 670 واخر نقطه عند ال 760. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم متداول امن وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.